أذابكم الله، هل يجب على المسلم اتباع مذهب البلد الذي يقيم فيه أم أنه يتعلم أحكام مذهب ويتبعه؟ إذا كان أهل البلد على مذهب صحيح، مذهب من مذاهب أهل السنة، فإنه لا يشذ عنهم. على مذهب صحيح من مذاهب أهل السنة كالشافعية والحنفية والحنابلة ومالكية، يعني مذاهب لها الحمد سنية ومدروسة، فلا يخرج عليهم ولا يشذ عنهم ويشوش عليهم. نعم.